أطلقت شركة ميرسك الدنماركية على خطط لتمرير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الفترة المقبلة، على الرغم من هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها في المنطقة. وأوقفت شركة ميرسك يوم الأحد جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات قوات الحوثي الصعود على متن سفينة ميرسك هانغ تشو، على الرغم من أن طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت 10 مسلحين. شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية ومجموعة ABB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بتروجيت، وذلك لإمداد مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء. ويتمتع قطاع البترول بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة خاصة في مجال البنية التحتية، ويحرص دائما على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال البترول والغاز والطاقة الخضراء. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات في أول جلسة تداول في عام 2024 مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، فقد شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا قويا بنسبة تصل إلى 1.5% في مستهل تعاملات السنة الجديدة 2024، بعدما تكبدت الأسعار خسائر سنوية تصل إلى 10% في عام 2023. هذا وارتفعت العقود الآجلة المزيج برنت بحوالي 1.5% لتبلغ 78 دولار و55 سنت للبرميل. كذلك قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.4% ليسجل 72 دولار و94 سنت للبرميل. هذا وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 45% لتصل إلى $2.06 للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% وذلك لتسجل $2.51 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع بدعم توقعات المستثمرين أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، لكن المؤشر في قطر تراجع بسبب عمليات جني الأرباح. وصعد المؤشر السعودي 0.7%، وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة لرهام وسارة لاستكمال النشرة. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.